طراز يعني حديث جدا، يعني عن جد يضاهي البنايات الضخمة اللي في دول العالم. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو عن الصومال. اليوم الفيديو حنشوف مع بعض أكبر مبنى في العاصمة الصومالية مقديشو، مبنى ضخم جدا، مبنى انبنى عن طريق بنك صومالي. طبعا عارفين احنا في الاونه الاخيره صار البنوك الصوماليه تستثمر في موضوع البناء لانه هذا المستقبل طبعا، وصار استقرار في البلد فالكل بيستثمر في موضوع البناء. لكن هذا البنايه هاي مش طبيعيه، بنايه ضخمه وكبيره جدا في العاصمه مقديشو. هنشوف طبعا فيديو لإلها، بس قبل هيك هحكي لكم بس معلومات عن البنايه هذه. هي 25 طابق، 10 طوابق شقق وست طوابق، تماما ست طوابق مولات كلها، وتسع طوابق مكاتب عمل. فخلينا مع بعض نشوف الفيديو هذا، حيوضح لكم اكثر عن هذا المبنى. حطوا لنا لايك واشتراك ويلا نشوف مع بعض المبنى. نيويورك، لندن. اوكي، دبي. كوزك مقديشو. ما شاء الله، شايفين انتو قديش البناية عالية. طبعا انا انبعت لي صور بس فيديو انا شغلته معاكم، يعني اول مره اشوفه. خلينا نعيده كمان مره. اوكي، الطراز يعني حديث جدا، يعني عن جد يضاهي البنايات الضخمة اللي في دول العالم. أنا بعرف إنه في بنايات يعني على 120 طابق، بس التصميم تبعه رهيب. يعني من الأشياء الجميلة جدا العمار يا جماعة، يعني عن جد العمار، إنه الاهتمام في البنى هذا إشي رائع جدا، وهذا بيعطي أمل ومستقبل للبلد. يعني كل ما كان العمار أكتر والتطور في البنى وهيك شغلات، بيعطي جمالية للمكان وجمالية للبلد. غير إنه الناس بتكون حسب الاستقرار، حسن بلدها عم تنهض، عم تصير يعني أحسن. فبالتالي أنا بشجع جدا جدا البناء. واسألوني أنا، يعني أنا ساكنة في غزة، أوكي، وإحنا كل فترة بتصير عنا حرب، وكل فترة بدمروا الأشياء الجميلة عنا، الأبنية اللي بتكون رائعة وضخمة، ويعني بتكون يعني مدفوع عليها منيح، يعني بيجوا بكل سهولة بالقصف وبيهدموها. فالهدم دمار، لكن البنى هذا حياة جديدة. فحلو جدا يعني لما بيبنوا أشياء مثل هيك، بيعمل انتعاش للسياحة، بيعمل انتعاش للاقتصاد في الدولة، فهذا إشي جدا جدا رائع. في كمان بنك اسمه سلام الصومالي، استثمر يعني في بناء 3000 فيلا. هنشوف مع بعض الصور. ما شاء الله،
جميلة، هاي الفيلا رائعة، عن جد رائعة، ناعمة هيك، تحسها هيك بسيطة يعني سيمبل. طبعا هذا تحت البناء برضو، هاي كلها أشياء يعني رائعة جدا، أنا بكون مبسوطة لما بشوف، خصوصا في البناء يا جماعة، خصوصا في البناء، البناء رائع جدا، يعني من اسمه بناء، نبني في بلدنا، طبعا سواء كان بناء مدارس، بناء بيوت، بناء فلل، بناء مولات، بناء مباني زي المبنى اللي شفناه هذا، هذا كله بيضفي جمال ورونق رائع وجميل للدولة. طبعا أنا بتمنى للصومال إنها ضلها تتطور في المجالات هاي، لأن هاي المجالات هي اللي بتجلب السياحة، هي اللي بتجلب الاستقرار للبلد، وبتمنى تضلها تتطور في كل مجالات الحياة. طبعا عندهم الجيش رائع، أنا عملت فيديوهين عن الجيش، بصراحة رائع جدا جدا، في تطور مستمر. البناء هنا عملنا الفيديو هذا عن البناء، وشفنا البناية الضخمة هاي 25 طابق، يعني رائعة بصراحة، وإن شاء الله تعملوا أعلى وأعلى منها، يستثمروا البنوك إنه يعملوا كمان مباني أضخم كمان منها في مقديشو، وكمان في كل المجالات. أنا بصراحة يعني إذا عندكم مجالات تانية عملتوا فيها تقدم، يا ريت تبعتوا لي على الانستغرام او على الجميل عشان اعمل عليها ردة فعل، ونوري الناس الصومال قديش بتتطور وبتتقدم، وان شاء الله تكون احسن واحسن واحسن كمان. بس هذا فيديو اليوم، حطوا لنا لايك واشتراك، ولا تنسوا تنشروا هذا المقطع في كل مكان، وبس سلام. Somalia toso iskutir sada e hadbakina tagdarani tagera wiligine alayho tilma wa amba midibka gutabku yoho حدكتي نتيري نيسا نحذكا غسي تالي صومالي توسا توسا اسكتير سدائي هدبكينا تقدرني تاجر ولي جيني